مرحبا بكم جريدة شواقع، مرحبا بكم في دارنا، أهلا بكم، مشرفين بكم، نهار كبير هذا، وأنا والمدام ديالي نرحب بكم وأهلا بكم دايما، ونشكركم بزاف بزاف على تلبية الدعوة ديالكم ديالنا، وشكرا لكم إخواني وأحبابي. عود لنا على يعني على اللحظة الأولى اللي تعرضت لها أنت ونورا. هو كان بالنسبه ان انا تعرفت على نوره، يعني انا ما كانش في دماغي ان انا اتجوز من المغرب او اتجوز اي حد بصراحه، بس كان في عندي مشاكل مع الزوجه المصريه، وكان في واحد صاحبي هو اللي عرفني عليهم، كان متجوز مغربيه وكان عايش معايا في مكه وفي السعوديه يعني، والحمد لله تم التواصل والحمد لله تم المراد يعني، واتجوزنا بخير الحمد لله وعايشين بخير الحمد لله. أول مرة راه كدار بالنسبة لك معايا انت كيقول لي كيفاش غنجوزك، ماشي أول مرة، تاني مرة بحال هكا كيقول لي غنجوزك، يعني ما دخلش ليا راسي، أنا في المغرب وهو في السعودية، ويعني ما قلت الله أعلم، ولكن مع المدة ملي بقينا كنهضروا هادي عرفت بأنه راجل طيب وباغي المعقول الحمد لله، وجا المغرب والحمد لله، يعني ربنا وفق وتزوجنا الحمد لله. وبالنسبة للسعيد يعني اشنو الحاجة اللي عجبتك في المغرب أكثر؟ بالنسبة اللي عجبني في المغرب يعني حاجات كتير، بالنسبة لكرم المغرب، كرم المغاربة بصراحة هذا أول حاجة. النقطة الثانية إن لما رحت عند أهلها حسوني إن أنا واحد منهم، يعني مش ده براني ولا ده غريب، حتى هنا يعني مش لاقي في عنصرية ما بيننا وبين بعض، يعني عادي ده مصري صحيح ولا مغربي، بس يعني التعامل هو اللي بيحسم الموضوع، يعني ازاي انا كنت بعامله مزيان خلاص بيرحب بيا وانا برحب بيه وهو بيعاملني مزيان، يعني ما فيش عنصريه بقى ان ده براني وجاي هنا عندنا زي بعض اماكن يعني، فهمتني؟ الحمد لله ما فيش هنا الفرق. وتاني حاجه يعني عجبتني اما يعني رحنا رحله لشفشاون والشمال طنجه، بصراحه عجبني النظافه، عجبني النظام، بصراحة طنجة عجبتني بزاف، كنت أتمنى إن أنا أعيش فيها. ماشي، وشفشاوة برضه زوينة، الجبال فيها والمناظر، بالرغم إن نورا كانت خايفة في الطوموبيلة وكانت عايزة تطيح من بس داز اليوم زوين يعني الحمد لله. يعني شنو هما العراقيل اللي لقيتي نهار الأول في اللي دخلتي مثلا المغرب؟ المعاناة. المعاناة. حنا عرفناك باللي كنتي كتجيب لنا باللي بديت من الزيرو ما عارف والو، علامة استفهام كنت تبقى مطروحة. بالنسبة احنا جينا من السعودية يعني ما كناش الناس في حسابنا ان احنا نيجي في الفترة اللي احنا جينا فيها، يعني ما كناش عاملين حسابنا، يعني كنا قلنا ده مثلا سنة سنتين ثلاثة لسه، لأن كنا لسه كانت نورا كان يعتبر لسه متجوزين جداد، يعني بأن لسه كنا متجوزين جداد ما كانش سنة لسه للجواز بتاعنا. يعني كانت قعدت معايا سنة في السعودية وبعدين جينا، يعني دلوقتي بقى لنا 4 سنين أو 5 سنين دلوقتي متجوزين. ما كنتش عامل حسابي ان انا نيجي نقعد في المغرب وهنعمل مشروع وهنيجي، فطبعا ما كانش معايا الفلوس الكافيه للمشروع. فيعني كان معانا جزء بسيط، بالرغم ان يعني خايفين، يعني نورا خايفه تصرفه، نصرف وبعد كده طب هنعمل ايه؟ فهي دي النقطه الوحيده اللي كانت قدامنا كانت صعبه يعني. وتاني حاجه المعاناه بقى اللي انا شفتها هنا الهضره، يعني جيت اتكلم مع الناس ما مش عارف هم بيقولوا ايه، بلاش يعني زي ما مثلا يقول لك هايط عليك، انت روح الحانوت جيب لي فرماج احمر، جيب لي دانون، يعني الهضره ديالو كان هضره، احنا ما فهمناش كنقول الدانون عندنا مثلا الزبادي، بعد كده عرفت بقى الدانون الزبادي، الفرماج الاحمر اللي هو الجبنه الصفراء، والراجل بيقطعها صفراء فبقول له يا عم فرماج احمر، بيقول لي ما هو يا عم اصفر ولكن انا دائما كنهضر مع بالمغربيه، يعني انا ما كنهضرش مع بالمصريه، يعني انا كنت باش اتعلم المغربيه والحمد لله، يعني دائما هي كانت معايا في السعوديه كانت تتكلم مصري عادي ما فيش مشكله، ما كانش بتظهر معايا بالمغربي، عشان حتى يعني ما كانش في دماغي ان انا اعيش في المغرب. ماشي، فلما جيت عشت في المغرب جيت قدام الامر الواقع، ما يعني كان حتى الفتره اللي احنا فكرنا فيها ما كملش اسبوعين اتنين 15 يوم، يعني نيجي المغرب ولا نيجي مصر، تمام؟ فدي الصعوبة اللي كانت بتقابلني، مثلا زي ما بقول لك كده، يعني الراجل بقطع الفرماج اصفر قدام مني ويقول لي هو ده لحم،
ازاي عم احمر ازاي وضع اصفر ازاي ماشي. واحد يقول لك استنى عند الفيروش. طب ايه الفيروش ده؟ طب انا هطلع هستناك على الشنطي عند الفيروش مع مش عارف ايه يعني كلام عمال اترجمه. حسيت ان دماغي هتفرمط خلاص وقف يعني. وده بتفرمط؟ فشويه واتفرمط ونبعد بقى. لو نشوفها غريب نسيت المصريه بقى. ضرب ده كيس المصريين. ضرب كده يهدر مع اصحابه مصريين والدوله ده ما بقاوش يعرفوش كيف يقول. اقول له كده انا بس عليك يقول لي ايه؟ اقول له طلع في راسك طلع في مراتك. اللي اطلق مراتي. من باب الدعابه. واحد السؤال عندي بالنسبه لنورا. يعني الحوايج اللي لقيتيهم صعاب فاش يعني كيفاش تعاملتي معاه؟ انت تتاقلم مثلا ولا تيهضر بطلاقه بالمغربيه وكيفاش حاولتي تتعلم معاه ثقافه مغربيه يعني. يعني انا يعني الحمد لله ابو احمد يعني سعيد يعني صراحه هو يعني الحمد لله ولا كيفهم المغربيه وخا شويه شي كلمه يعني ما يعرفش يهضر بهم ولكن ولا كيفهم مزيان وكيعرف يهضر بها وما مكرهش يبقى يهضر بالمغربيه 100% لانه هو مادام عاش في المغرب صافي خاصو يتعلمها لان اي واحد كيمشي لاي بلاد كيتاقلم مع الجو اللي فيها. وانا الحاجه اللي خليته انه باش يتعلم يعني الوقت اللي جينا كيخرج راسه ما كنخرجش معاه قليل يعني وقت ما جينا وكان كيمشي كيدفع السيفيات كان يخدم في صندوق دابيل وهادي يعني هو يعني تبارك الله عليه ذكي الحمد لله يعني ركب في الطرام وكيمشي غير بالتليفون كيمشي هنا ومشى لشارع يعقوب المنصور ما عرفتش شنو فين مشيتي كيدفع يعني اول مره والله جينا المغرب شي 15 يوم شي شهر يعني كيخرج راسو كنخليه يعتمد على راسو كيقول لي تعرف على ناس على صحابو على يعني انا حيت كاين الناس اللي كيكون مثلا كتجيب الزوج ديالها كتبقى محاصره كتبقى تمشي معاه هنا كتبقى ما كي ما يعني ما كيتوفقش في المغرب يعني بزاف الناس كنعرفهم جاوا وما توفقوش في المغرب لان دائما الزوجه ديالو ما خليهش انا كنخليه على راحته بحال في بلاده. الاكله اللي عزيزه عليه بزاف في المغرب. كيفاش دخلتي يعني ماشي مطيره بالحوت؟ يعني بصراحه هذاك الشيء غير صدفه يعني دائما كنقول لي دير قناه دير هذه دير هذه كيقول لي لا كيقول لي لا ما يعني هو الحاجه اللي خلاتنا ندخلو لانه ما كيشوفش ولادو بغى يدير اليوتيوب يدير الفيديوهات باش ولادو يشوفوا فيه يشوفوا لانه ما كيتواصل معاهم عندهم شي مشاكل ما كيتواصلوش معاه يعني هذه الفكره ما كانش بان الفلوس في الاول حتى شي حاجه والحمد لله درنا في هو عنده قناه يوميات مصري في المغرب القناه ديالنا قناه يوميات مصري في المغرب ودرنا اول فيديو هو الفرق بين الزوجه المغربيه والزوجه المصريه والحمد لله يعني نال واحد الاعجاب بزاف ديال المغاربه وهضر على الزوجه المغربيه بواحد الشكل زوين يعني والناس عجبهم الحمد لله هو اللي طلع لي القناه صافي الناس دوك يقولوا لنا غديروا الاشارات غتربحوا من اليوتيوب يعني ما كانش بان حنا الفلوس الحمد لله وما كرهوش لان كان الظروف ديالنا حنا ما يعني على قد الحال ملي عرفنا دوك الحوايج استمرينا يعني في الاول ما كناش ناويين غنبقاو نديروا فيديوهات وغنديروا ولكن الناس عجبهم وعجبهم الحضور ديالو وعجبهم الاخلاق ديالو قالك لا كملوا ما تحيدوش القناه هذه هي الفكره كيفاش جاتنا. عندي واحد السؤال اخر هو يعني شنو كيقابل معاه في المحل التليفونات من بين الطرائف اللي هو كيوقعوا ليه مع الناس مثلا اللي كيبغيو يجيو مثلا يعني يبدلوا شي حاجه في التليفون ديالهم وديك الساعه ما كاينش سؤال ما عرفش في الاول كان صعوبات يعني في الاول كنت دائما معاه في المحل يعني كنت دابا مازال دابا يعني ربما كنمشي عنده في العشيه يعني مثلا شي مره جيت باغي نطيب خدايا وديك عيط لي كيقول لي اجي دابا كنقول له شنو كاين انا كنتخلع كنقول شي مضاربه شي حاجه وحنا بلا بلاصه شعبيه اجي دابا كنجي كنلقى كيقول لي ما فهمتنيش المراه ولا ما فهمنيش اكثريه الناس الكبار ودي ما كيفهموش لان يعني ما كيتفرجوش في الافلام المصريه يعني شكون غيفهموا الناس اللي كيتفرجوا في الافلام المصريه يعني هما اللي غيفهموا الناس الكبار ولا جدودنا ولا قد والدينا ما غيفهموش قليل اللي غيفهموا يعني مثلا واحد المره كنت انا خارجه بعيده عن شي ناس كيقول لي دابا اجي شنو كاين دابا اجي صدق جيت يعني شنو قال لي المره كنضرب الشلحه ما فهمهاش قال لي شد اللغه ما فهمش هو اللغه جات لغه اخرى عاوتاني كيقول لي لقيته هو هي مسكينه ما هي ما عرفاش العربيه هي ما كتعرفش الدارجه ديال العربيه ديالنا وما كتعرف الشلحه يعني الحمد لله جينا وجا واحد السيد هو اللي كيعرف الشرح هو اللي شرح ليهم وفكينا الموضوع الحمد لله ولكن كنبغي نشكر المغاربه يعني صراحه وقفوا في جنبه
يعني كيجيو عنده مهما هكاك كيجيو عنده كيصايبو عنده يعني، واخا عارفينو يعني كيلقاو معاه مشكله في اللغه وكيتفاهموش معاه وبزاف د الحوايج. دابا مثلا كيعرف بالدرهم الفلوس، كاين الناس اللي كيحسبوا بالريال والناس بتحسب بالفرنك بالالف ريال بهادي، هو يعني حدو كيعرف بالدرهم، والناس كيبقاو يعني كيديروا معاه الخاطر ويقول الحمد لله دابا راه تعرف ولا معروف في المصاريف. رساله اخيره لموقع اشواق، يعني كنبغي نشكر الجمهور ديال الاشواق، يعني بصراحه جريده يعني محترمه وكدير الخير وكتجبد مواضيع زوينه، يعني صراحه انا كتعجبني بزاف، ونتمنى من الجمهور ديال الاشواق يدخلوا يشوفوا الفيديوهات ديال القناه يوميه مصرف المغرب، يزوروا القناه ديالنا المحترمه، الف الف مرحبا بهم متواضعه. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يا ربي يسر امورنا ويسر امور الجميع، وان شاء الله جريده اشواق تزيد القدام ان شاء الله باذن الله، الله يوفقهم، وبصراحه جريده في المستوى يعني الله يوفقهم. ونشكر الاسره الطاقم كله. تكلم قلنا شي حاجه بالمغربيه دابا بالداريجه. وطبعا نشكر كل اسره اشواق انهم تعبوا معنا وقوم لغايه عندنا وشرفونا، نشكرهم بزاف بزاف، ونشكرهم على يعني على التواضع ديالهم والكرم ديالهم، نشكرهم ونشكرهم ونشكر كل متبعي اشواق، ودايما يا رب دايما تكونوا في الازدهار وتكونوا معنا وتكونوا مع اشواق، ودايما تابعونا وتابعوا اشواق، وشكرا لكم والى اللقاء.